العفة في وسائل اكتساب المال والممتلكات. طبعا طرق تحصيل المال منها المحرم ومنها المشروع، والامتناع عن الكسب الحرام والكف عن سلوك الطرق المؤدية إليه من محكمات الشريعة ومن المعلوم بالدين بالضرورة. طبعا هناك أمور كثيرة ينبغي مثلا الحذر منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني شدد النكير مثلا على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن الراشي والمرتشي والرائش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لعن الراشي والمرتشي والرائش، وأخبر الله سبحانه وتعالى يعني بالثناء، يعني أثنى عز وجل على الذين يتعففون عن سؤال الناس ويتعففون عن الحرام ويصبرون على ذلك. وفي مقابل ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل في وسلم. تربيته يربي في الناس الثقة بالله ثم الثقة بالنفس والاعتماد على النفس في طلب الحلال، وألا يعني يحتاج الإنسان إلى هل من شاهد من أحاديث النبي الآخرين. صلى الله عليه وسلم هي اذكرنا؟ هل هناك شاهد نختم به؟ والله في شواهد ناخذ منها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن سريعا يأخذ أحدكم حبه ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. Thank you.